أكد وزير البترول طارق الملا أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصا على تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي في مزيد من أحكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، حيث أكد الوزير أن الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة يساعد على ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية.